على فوز. من هو في المركز الثالث؟ لو وجدته في هذه المراكز الثلاثة الأولى أكثر من عامل مشترك. العامل الأول المشترك بأن الثلاث لهجن الشحانية، العامل المشترك الثاني هي بالثلاثة المراكز الأولى تنطوي عملية تدريبها تحت مظلة سلطان بن محمد الوهيبي، العامل المشترك الثالث بأن أسماء الثلاثة المراكز الأولى تبدأ بحرف الميم، مهابة ومنوة وأيضا مبلشة. الكلمة الآن تنتقل للزميل محمد بن بريك. شكرا سعد. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الأعزاء تتواصل الأشواط، وهذا هو الشوط السادس. هذا الشوط خاص بفئة الزمول، الثالث للزمول، السادس من مجموعة أشواط الفترة الصباحية. مقدمة الشوط أعزائي المتابعين ومن يحتل المركز الأول النصر، تعود ملكيته لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، يضمر النصر حسين بن محمد بن سفران. المركز الثاني سيلين من هجن الشحانية، التضمير مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل من سيلين اللي على المركز الثاني لنتعرف على المركز الثالث ومن يتقدم تقدم ممتاز. الفايز لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، نضمر ناصر بن حمد بن ناصر بن حفيظ. بينما المركز الرابع ومن يتقدم في هذه اللحظات هنا المهيوب من هجن الشحانية، نضمر سالم بن فاران. ننتقل إلى المركز الخامس ومن يصل دخول قوي وسريع من حامل الرقم 25 لسعادة الشيخ جاسم بن لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني، نضمر اسمه ظليم، نضمر فهد بن سالم بن مسعود. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم. بينما الظليم ينتقل إلى المركز الرابع. المركز الخامس الفائز لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، ناصر بن حمد بن حفيظ في التضمير. نعود أيها الأعزاء إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، يتابع حسين بن محمد بن سفران من حسين بن محمد بن سفران يتابع النصر في هذا الشوط. وننتقل إلى المركز الثاني ومن يحتل المركز الثاني سيلين أيضا من هجن الشحانية، العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع في التضمير. الدور دور المركز الثالث، مهيوب على المركز الثالث من هجن الشحانية، المضمر سالم بن فاران المضمر الذهبي. ويصل ظليم على المركز الخامس أو على المركز الرابع لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني، المضمر فهد بن سالم بن مسعود. وخلونا نشوف المركز الخامس مع مخرجنا المميز علي أبو شارب. المركز الخامس يتقدم رياض، هذا هو على الكادر التحتاني من هجن الشحانية رياض، المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى النصر، وإلى النصر اللي يقود المنطلقين منذ الانطلاقة، منذ أن أعطي هذا الشوط إشارة البدء والانطلاق. والنصر على المركز الأول منفردا وعصاه قوس وأيضا بدون أي تعليمات تذكر. هذا هو النصر، ما زال مشاهدين الأعزاء يطوي الميدان والبيداء طي. هذا هو ما شاء الله تبارك الله على مقدمة الشوط لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني بهذا الشعار الرياني الجميل حسين بن محمد بن سفران في عملية التضمير. سيلين سيلين سيلين، خطير 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 على المركز الثاني. يؤلم من هجن الشحانية، يضمر سيلين أحد العمالقة في التضمير، أحد الجهابذة، أحد الكبار، أحد الخطيرين، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث يصل مهيوب صاحب الهيبة، صاحب أيضا العمالقة، أيضا
ايضا هذا العملاق الموجود على المركز الثالث مهيوب لجن الشحانية سالم بن فاران المري في متابعته وفي تضميره. الحقيقة هذا هو مهيوب، اسم جميل ومميز نشاهده على هذا البعير المشارك على المركز الثالث. المركز الرابع ظليم ظليم لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني، وهذا الشعار ايضا المميز، وديروا بالكم من ظليم، ديروا بالكم من ظليم يا مضمرين، المضمر فهد بن سالم بن مسعود. المركز الخامس، المركز الخامس يتقدم فيه ويتحرك رياض من أجل الشحانية، المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نعود إلى النصر على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، والنصر في هذه اللحظات في استراحة المحارب، في استراحة المحارب على المركز الأول. هذا هو النصر، يا سلام يا سلام، يسيطر منذ الانطلاق على المركز الأول وكيلو ومئتين متر، تفصلنا عن خط النهاية، وما زال النصر يسيطر ويتربع تماما على عرش الشوط وماخذ راحته وأقل من راحته. الله، عرضه جميل وأدائه جميل. هذا هو النصر، ما شاء الله تبارك الله، يقدم هذا العرض الممتاز. حصل هذا الشعار وصيفا في هذا الشوط الرئيسي، حصل هذا الشعار على المركز الثاني في الشوط الأول، ويبحث في هذا الشوط عن نقطة ثمينة تسجل في بداية هذا الموسم. هذا هو الفكتوري على مقدمة الشوط، يا سلام، 900 متر، تفصلنا عن خط النهاية. النصر ينتصر حتى هذه اللحظات، الله يا سلام، انطلق النصر أعزائي المتابعين، انطلق النصر على مقدمة الشوط ليعلن بأنه المنتصر في هذا الشوط. المركز الثاني يتقدم سيلين مع هجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث يصل رياض أيضا من هجن الشحانية سلطان الوهيبي في التضمير، ولكن النصر هو الأقوى في هذا الشوط، هو الأقوى، يا سلام. شوفوا شوفوا العرض، ما شاء الله تبارك الله على هذا العرض المميز، 500 متر تفصل النصر عن خط النهاية وعن ناموس الشوط. تعود ملكية النصر لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، ولكن يا حسين هذه الرياضة لا أمان فيها أبدا أبدا أبدا. يصل في هذه اللحظات سيلين ويلاحقه رياض، رياض وسيلين والنصر في معركة حامية الوطيس، ولكن رياض رياض وسيلين، رياض وسيلين، وهجن الشحانية غيرت المركزين الأول والثاني بقيادة سيلين وبملاحقة رياض وبملاحقة رياض. رياض وسيلين تغيرت الأمور، رياض سيلين سيلين رياض، يا سلام. النصر يحاول على المركز الثالث، ولكن سيلين خطف المركز الأول، هو بطل هذا الشوط. تهانينا والناموس لجن الشحانية وللعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على فوز السيلين وفوز رياض بالمركزين الأول والثاني. المركز الثالث النصر لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني. المركز الرابع يصل في المركز الرابع الناعس من هجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية. المركز الخامس، المركز الخامس وصل فيه الشقب، شقب لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني، فهد بن سالم بن مسعود في تضميره. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للمراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط، وشاهدنا النصر كان قاب قوسين أو أدنى من الانتصار في هذا الشوط. هذا هو الملخص أعزائي المتابعين، وسيلين يخطف المركز الأول بتوقيت زمني 8:26:69. تهانينا لجن الشحانية، رياض احتل المركز الثاني 8:26:73. تهانينا لجن الشحانية على فوز سيلين ورياض، والتهاني لمن قادهما لهذا الفوز، المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث النصر 8:27:15. تهانينا لمالك النصر سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني. التهاني موصولة للمضمر المميز حسين بن محمد بن سفران. تتواصل الأشواط والكلمة والمايك يتجول ما بين زملائي المعلقين.